يعني وانت بتقولي كده انه الدولة بتسعى في كل المجالات، واحنا بنتكلم عن التطوير اللي بيحصل في شبه جزيرة سيناء. احنا مش بس بقى قطاع التعليم، احنا من كام حلقة كنا بنتكلم عن قطاع الصحة، وانه شبه جزيرة سيناء بتشهد تطوير في هذا القطاع يعني بيفوق التطوير في هذا القطاع في محافظات اخرى. فاحنا الحمد لله يعني النهارده تاني بنتكلم عن شبه جزيرة سيناء بمنظور مختلف، جزئية التعليم، وان احنا بنتكلم عن افتتاح جامعة الملك سلمان، صرح علمي كبير. احنا بنبعت رسائل للعالم انه شبه جزيرة بيعاد صياغتها بمفهوم جديد، وان احنا هنشوفها بشكل جديد، ومش مجرد حدود، لا احنا هنشوف يعني محافظة متكاملة فيها كل عناصر النجاح وكل العناصر اللي تخليها كافية ووافية، مش محتاج انك تخرج براها. تعالوا نتكلم عن يعني افتتاح جامعة الملك سلمان اللي افتتحها السيد الرئيس امبارح، بتعتبر يعني واحدة من المشاريع المهمة، واحدة من المشاريع خلينا نقول اللي هي ضمن استراتيجية الدولة تنمية مستدامة، جزء من المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء. خلينا نقول لحضراتكم انه جامعة الملك سلمان هيبقى فيها 10 كليات متوزعة على 3 فروع، يعني جامعة الملك سلمان في شبه جزيرة سيناء هيبقى ليها 3 فروع، فرع في منطقة أو مدينة الطور، فرع في مدينة راس سدر، وفرع في مدينة شرم الشيخ. والطاقة الاستيعابية لجامعة الملك سلمان في مصر أو في شبه جزيرة سيناء هتبقى حوالي 30,000 طالب، وده ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، وأكيد كمان للارتقاء بمستوى الطلاب سواء علميا أو أكاديميا. وده اللي مطلوب، ان انت تبقى بتواكب المتطلبات الحديثة، انك تبقى متواكب العصر الحديث من نظم تعليمية جديدة، من صرح تعليمي يعني يضاهي اللي موجود برا. واكيد جامعة الملك سلمان ليها تصنيف عالمي، فبالتالي ان هي تبقى موجودة في مصر فده بيأكد استراتيجية الدولة ان هي بتسعى لتنمية شاملة ومستدامة على المدى الطويل والمدى القريب.